مرحبا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. اليوم معنا شخصية جديدة تميزت في مشروع إنتاج واستيراد العسل في دولة الإمارات، تحديدا بمنطقة الزيت، وهو الأستاذ محمد عطاف من داخل محل المروة لتجارة العسل. أهلا وسهلا سيد محمد عطاف. أهلا بكم. بداية خبرني عن نفسك شوية وكيف كانت بداياتك في دولة الإمارات؟ والله الحمد لله لكل شيء. أنا وصلت دولة الإمارات هنا سنة 2000، وكنت مع جماعة هنا قريبي وكانوا شغالين في العسل والنحل، وبعدين جات اشتغلت معهم فترة قيمت 3 سنين، وبعدين طلعت فتحت الشركة وبدأت أشتغل. أول ما بدأت اشتغلت يعني بخلايا بسيطة، لغاية ما الحمد لله ربنا كرمني وبقيت الوقت بشتغل بخلايا كتير والحمد لله على كل شيء. يعني عندكم خلايا نحل هنا في الإمارات؟ عندنا نحل بنستورده من مصر، بنجيب النحل طيران شحن بيجي على مطار الشارع تبع ما يجي النحل بننزله على طول هنا في الـ في الـ في المو... في المناطق الجبليه. طيب ممكن تعرفنا ايه الفرق بين انواع العسل وكيف نقدر نميز العسل الاصلي عن غيره؟ في هنا في دولة الإمارات الحمد لله على كل شيء في عسل اسمه عسل سدر، دي في منطقة أبو ظبي، دي من أجود أنواع العسل، وبيبقى في هناك في منطقة الشهامة والرحبة والعجبان، بيبقى المنطقة العسل ده عسل أصفر اللي هو عسل السدر الموجود ده، بيبقى لونه معروف. العسل السمر بيبقى هنا في المواد الجبلية زي أزن، زي الغيل، زي الطويين، زي راس الخيمه، بيبقى شجره معينه غير شجره السدر، بتبقى عسلتها سودة شويه، بتتفرز بتبقى صفراء وترجع تسود مع مرور يعني مرور الشهور ترجع تسود، يعني مع مرور الوقت مع مرور الوقت كل ما صارت سودة اكثر. تسود سودة لما بنسموها حلي بعد ما تسود قوي لما عدى على السنة. كل النحل بيجي من مصر بعدين ننقله من الطرد إلى الخليج، بعد كده من ساعة الموسم بنشغل بنصف العسل اللي هو اللي بيبقى فيه عسل عشب، بنصف العسل العشب من النحل خالص وبعدين نسيبه بقى في الجبل اللي ربنا إن شاء الله بيرزقه بقى في الجبل النحل، وربنا بعينه كل واحد يعني بيسعى ان شاء الله. طيب عندكم فروع تانية غير الفرع ده اللي هو منطقة الزيت؟ ايوه احنا الحمد لله عندنا فرع في راس الخيمة اسمه رونك للعسل والنحل، فاتحينه بقاله 3 سنين دلوقتي والحمد لله على كل شيء موجود هو في راس الخيمة. هنصب عليها العسل حاجات بسيطة، وبعد كده بنتوب العسل. العسل بتقطع لو تمشي على طول حتى سريعة أول تقليب العسل بتقطع ما بتوبش، لو تاب على طول بيبقى فيه سكريات كده بيفضل بتقطع لغاية ما تخلص تقليب فيه، ونحط العسل على المية بعد كده بنقلب العسل. المشاهد يفضل يشوف العسل بتقطع ما بتوبش على طول بيفضل بتقطع
لغايه ما يفضل يدوب كتير يدوب العسل، لكن في الاول لازم العسل يكون مطبق. طيب ممكن تكلمنا على دور العسل في صحه الانسان عموما؟ والله الحمد لله العسل السدري يعني الاطفال بياخدوه للفيروزات الرابو والسدر والحاجات دي فيه شفاء يعني، وبعتمد عليه يعني. العسل الصبح لو اتحط في كوب ميه ومع مع كوب ميه وليمونه والانسان شربه ما شاء الله بيشفي يعني، وبيشفي وان كان حاجه في البطن يعني ربنا بيشفي فيه بيشفيه ان شاء الله. وفي العسل يعني معروف ان هو بيكافح فيروسات كتيره قوي الحمد لله على كل شيء يعني. ان كان العسل السمر بيدي طاقه حيويه للرجال، بياخدوه في السباق وياخدوه لسباق الابل وبيحطوه له عشان السباق الابل يعني ما شاء الله بيدي لهم طاقه كويس، وبيدي طاقه للرجال ما شاء الله كويس يعني. طيب المستهلك دايما بيتساءل سؤال لما يجي ياخد العسل بين انه عسل اصلي او غير اصلي. هي في ناس كتيره بتيجي مثلا تقول لك احنا عايزين نعرف العسل الاصلي من العسل اللي هو المغشوش. يعني في طريقه معينه؟ في طريقه بتبقى في المحل سريعه، بنحط شويه ميه في الكوبايه ونحط فيها شويه عسل والزبون بيدوبهم، بيفضل العسل يتقطع 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 ما يدوبش على طول، لو دوب على طول يبقى فيه سكر، لو يعني لو فضل زي ما هو بيفضل يعني بيتقطع بيبقى العمليه الحمد لله بيبقى العسل كويس. ودي في كل حالات في كل انواع العسل؟ في كل انواع العسل. طيب يعني دوله الامارات، انت كمستثمر هنا في دوله الامارات، هل ساهمت دولة الإمارات في تسهيلات في أنك تفتح هذا المشروع؟ أيوة الحمد لله على كل شيء. دولة الإمارات يعني ما بتقفش في سكة حد، لا صغير ولا كبير، كل بيساهموا هم الحمد لله في كل شيء، حتى تطلع الورق تطلع رخص تطلع أي شيء ما شاء الله بيساهموا في كل شيء الحمد لله. هم هنا في دولة الإمارات بيسعوا لراحة المستثمر إن كان صغير ولا كان كبير. طيب ايه رايك بالامن والامان بدوله الامارات؟ الحمد لله على كل شيء، الامن والامان في الامارات وما شاء الله عمرنا ما في حاجه يعني حصلت في الامارات هنا، والحمد لله على كل شيء فيها امن وامان وعايشين ما شاء الله في خير والحمد لله. الحمد لله. طيب كلمه اخيره للمشاهدين. والله الحمد لله على كل شيء. احنا هنا ابتدينا يعني شركة يعني كانت شركة صغيرة، والحمد لله يعني ربنا فتح علينا وبدأنا نسعى، وكنا بادئين يعني بحوالي 200 خلية، الحمد لله زدنا الوقت الالف ونص 1700 الحمد لله على كل شيء يعني، كل حاجة بتسعى بالتدريج الحمد لله على كل شيء. يعني ندعي الناس ان هي يعني اللي هو عايز يعمل مشروع بيبدأ صغير ويطلع الحمد لله ربنا بيفتح عليه لغاية ما ربنا يكرمه إن شاء الله. في نهاية حلقتنا نشكرك الأستاذ محمد عطاف من داخل محل المروة، وشكرا قوي إنك سمحت لنا بهذا اللقاء الطيب. لا والله الحمد لله أنتم شرفتونا، ويعني الحمد لله على كل شيء، وشكرا يعني إن أنتم قبلتوا تعملوا معنا اللقاء ده، وإحنا بنشكركم جدا على كل شيء. نشكركم أعزائي المشاهدين، نلتقي بحلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح، إلى اللقاء.